طيب تعالوا افترض معايا ان البنفيت بتاعي 4 فولت، وافترض ان توزيعه الجهد او الفولت شويه دول عشان مقاومات متساويه، فافترض دي 4 دي هتبقى 3 فولت، دي هتبقى 2، دي هتبقى 1 حسب قوه المقاومات. فالفولت الدروب ماشي بالشكل ده، والفي انبوت عباره عن 2.2 من 10، والفي انبوت الرينج بتاعها هيكون ما بين الصفر و مين والفي ريفرنس، يعني ما ينفعش يبقى ريفرنس 4 ويطلب مثلا اشاره 5 او 7، فده بيقع ما بينهم. طيب لو دي 2.2 من 10، دي داخلها 2.2 من 10 بتتقارن بالثلاثة، دي الأكبر. طب الثلاثة الأكبر، فالخارج اللي داخل على الموجة على السالب هو الأكبر، فالخارج اللي هيطلع من هنا إيه؟ هيبقى صفر. طيب ده هيبقى 2.2 من 10، هيتقارن بمين؟ بالاثنين، الأكبر هو 2.2 من 10، فالخارج اللي هيطلع كام؟ هو ده الموجب، فهيطلع 1، لأن اللي على الموجب هو الكبير. طيب هنا ده 2.2 من 10 بيتقارن بمين؟ بالواحد الكبير اللي على الموجب، فهيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 5 فولت اللي هي نيجي بواحد. طيب ندخل بقى على البريورتي انكودر. بالنسبه للبريورتي انكودر ده عباره عن ايه؟ البريورتي انكودر هو الانكودر اللي عندي اصلا كان شوف دي بشكل عامل ازاي، اللي هو 4 في 2، ده الاي 0 ده الاي 1 ده الاي 2 ده الاي 3 ده الدي 0 والدي 1. الانكودر ده الخارج او ده ايه؟ يعني بيبقى عندي 4 باك، فلما بيبقى عندي داخل واحد بس بواحد والباقي بصفار، الخارج بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى الاندكس بتاع الانبوت اللي داخل، يعني عندي 4 انبوت لو ده بواحد والباقي بصفار هيطلع لي صفر، لان ده الانبوت اي 0. طب لو ده اللي بواحد والباقي بصفار هيطلع واحد اللي هو 1 0. طب لو ده اللي بواحد والباقي بصفار هيطلع ايه؟ هيطلع 2 هي بالشكل ده. طب لو دول كلهم بصفار وده بواحد فهيطلع لي الاندكس اللي هو بتاع رقم 3 اللي هو ايه؟ 1 1. طيب البريورتي انكودر بقى فكرته بيشتغل ازاي؟ هو بيقول لك مش لازم في داخل واحد بس اللي بيبقى بواحد، ممكن يبقى اكتر من داخل بواحد. طب يعني ايه؟ الجدول بتاعه بيتم بالشكل ده. بيشوف هو دلوقتي لو عندك اكتر من داخل بواحد، يعني مثلا ايه؟ دول بصفار وده اللي بواحد، فالخارج هيطلع كام؟ اللي هو الاي 0 اللي هو صفر. طيب ده بواحد وده دول بكام؟ ده معناه ايه؟ يعني ده ممكن يبقى واحد وده ممكن يبقى كام؟ يبقى صفر. فلو ده صفر فده الايه؟ الداخل الطبيعي بتاع الانبوت. طب لو بواحد هيشوف اكبر داخل فين؟ يعني هو دلوقتي الاندكس بتاع اكبر داخل هو بتاع اي 0 ولا اي 1؟ اي 1 اي 1 كبير اي 1. هو دلوقتي ده الاندكس رقم صفر، ده واحد ده اثنين ده ثلاثة. فدلوقتي الاثنين دول حاجة، مين اللي الاندكس بتاعه أكبر؟ أي 0 ولا أي 1؟ أي 1. فهيطلع أي 1، سواء كان أي 0 صفر أو 1. ده معناه إن هو دونت كيك. طيب لو عندي ده مثلا 1 0 1. في عندي اثنين واحدين هنا، مين أكبر واحد فيهم؟ أي 2. اللي هو تبع أي 2، فهيطلع لي الاندكس بتاع الاثنين أيا كانت الكوين اللي هنا إيه؟ نبقى 1 0، ده 0 1، ده 1 0 1 1. اي كلمه ايه؟ فلو عندي اكتر من واحد بياخد اكبر واحد فيهم. طيب لو واحد وده صفر، يعني مثلا ده واحد صفر واحد بالشكل ده كده، في كذا واحد عندي نورمال، هو بياخد مين؟ اكبر واحد فيهم اللي هو عندي الثلاثه، فهيطلع واحد. فده اللي هو البريورتي انكودر، الاولويه للاندكس اللي هو مين؟ الكبير، ايا كان الباقي عامل ازاي. طيب الخارج بتاع الانكودر هيبقى كام؟ ده صفر واحد واحد واحد، ده صفر ودول وحيد، اكبر واحد اللي هو عند مين؟ عند الاثنين، فهيطلع الخارج بالشكل ده. تمام؟ طب لو عندي دي مثلا 1.4 من 10، طيب ساعتها ال 1.4 من 10 متقارن بالثلاثة، ثلاثة أكبر فده هيطلع صفر، 1.4 من 10 الاثنين أكبر فده هيطلع كام؟ صفر. طب ده 1.4 من 10 وده واحد فده هيطلع كام؟ واحد، فيبقى صفر صفر واحد واحد، مين أكبر إندكس هنا؟ واحد اللي هو على الواحد، فهيطلع لي الكارت بالشكل ده. طبعا كل ما هزود بقى عايز اعلي الريزوليوشن شويه، ده بدل ما هيبقى 2 بت هخليه مثلا 4 بت هخليه 10 بت، فعدد الكوب امبس برضه هيزيد وعدد الريزستور ده هيزيد، بس انا شارحها على ايه؟ على الجزء ده. تمام؟ طبعا ميزه ده ان هو سريع، لان هو بيسموه حتى فلاش، ده بيبقى كل العمليات بتتم بانل، يعني مجرد ما بدخل فيه انبوت كلهم بيتقارنوا مع بعض في نفس اللحظه، والبريورتي كود ده برضه دايركت لوجيك فبتطلع الخارج في ساعتها، يعني مش دايره سيكونشال مثلا في قطعه معطل، في مثلا فليب فلوب، في ديليز، في بازل، لا هي دايره سريعه جدا، فعشان كده ده بيسموه فلاش كود، مفيش مكثفات موجوده، مفيش اي حاجه. تمام؟ ده بالنسبه لاول نوع من انواع الالوكيشن كونفرت. النوع اللي بعده بعد كده بيسموه successive approximation.
بعده السكسيسور السكسيسور ابروكسيميشن شكل الدايره بتاعته عامله ازاي؟ بتبقى بالشكل ده كده. ده برضه داخل على الدي ام دي داخل على الاند جيت دي داخل عليها لوب بوكس بالشكل ده كده. ده الكاونتر ده الكارت بتاع الكاونتر بتاعه داخل على ديجيتال كونفرتر الكارت ده داخل كده بالشكل ده. الدايره دي بتشتغل ازاي؟ الفي ان كود اللي هي مين؟ ده الداخل الانالوج اللي انا عايز احوله والكارج بتاع الكاونتر ده اللي هو الدي اوت ده ده اللي هيبقى موجود في القرايه الديجيتال في الاخر. الموضوع بيتم ازاي؟ هفترض انا عندي مثلا القرايه 1.2 عندي 1.2 فولت عايز احولها رقم بايت. فالموضوع بيتم ازاي؟ عندي الكاونتر هنا، الكاونتر ده في الاول بيبقى مثلا بصفر، فانه 4 بت، بادئ بالصفر. الصفر ده هيدخل على مين؟ على الديجيتال كونفرتر، ده عكس الانالوج ديجيتال كونفرتر. الانالوج ديجيتال كونفرتر ده بيعمل ايه؟ الانالوج ديجيتال بيحول شغل انالوج لقرايه ديجيتال، ده بيحول قرايه ديجيتال لقرايه انالوج، لسه هناخد الدوائر بتاعته ان شاء الله المره الجايه. فهو في الاول ده صفر، داخل له ايه؟ صفر. الفي انبوت المناظر ليه هيبقى كام؟ او البورد المناظر ليه هيبقى صفر. طيب الصفر هيتقارن ب1.2، مين الاكبر؟ الواحد، ده بواحد. فيقوم ده معدي ايه؟ دي اند جيت الواحد مع البلس، ايه اللي هيطلع؟ هيطلع البلس، يعني البلسايه تبقى فيها مجموعه حاجه ومجموعه اصفار. لو انا عامل اند للواحد مع الواحد هيطلع لي واحد. لو انا طلع الصفر عامل اند مع الصفر مع الواحد هيطلع صفر. الواحد دي مش عمل له اند جيت مع الواحد هيطلع الواحد. فالاند جيت لما يتعمل لها لما ادخل اند الاند بتدخل مع الكلوك بالص فالبالصات تطلع زي ما هي طول ما ايه الطرف ده بواحد فده بواحد فهيطلع اول بالصاي. طب لما الكاونتر يدخل عليه بالصاي ايه اللي هيحصل؟ هيعد عدد فده هيبقى ايه؟ بواحد. فهنا هيبقى اللي داخل الاند ديجيتال تايم كونفرتر واحد فالواحد يتحول لقرايه بالفولت. افترض ان الواحد ده هيكون محوله مثلا ل2 فولت تيجي هنا ل2 تقارن ب1.2 مين الكبير؟ 1.2 فتطلع واحد هيقوم مدخل مثلا البلصايه اللي بعدها لما يدخل البلصايه اللي بعدها هيقوم ده عدد عدى فهي هتبقى 2 فهيقوم هنا جاي هنا الاثنين المناظر ليها كام؟ 4 مثلا 4 تقارن ب1.2 اكبر تطلع واحد يقوم ده مدخل البلصايه اللي بعدها لما الكاونتر يدخل بلصايه ثانيه يقوم عدد ايه؟ هتضايق كمان فده يبقى 3 فدي مثلا 6 7 ويفضل شغال بالشكل ده لحد ما يوصل لكام؟ لحد ما يوصل مثلا لواحد واربعة من عشرة او مثلا واحد وان شاء الله حتى ايه؟ كسر زياده. مجرد ما القيمه اللي هنا تبقى اكبر من دي الخارج بتاع الاوبريشنال بروفايل هيبقى ايه؟ صفر. هيبقى صفر. لما يتعمل اند للصفر مع اي حاجه هتبقى دي بكام؟ صفر. بصفر. ساعتها الكاونتر هيبقى ايه؟ مش هيعد عده ثانيه والقيمه اللي هتكون متخزنه في الكاونتر هتكون هي المناظره للقرايه بتاعت مين؟ القرايه اللي بتاعت 1.2 او الام بي ام اللي هي اخر قيمه كانت اخر قيمه وقف عندها الكاونتر دي بقى هتبقى هي القرايه الديجيتال المناظره دي. طب لو انا حطيت هنا 2 فولت هيفضل يعد يعد فطبعا هيعد عدد اكتر لحد ما يوصل للاثنين. العدد اللي هيوصل له ده هو المناظره الكبيره بتاعت كام؟ فده بيسموه سكسيسيف ابروكسيميشن عامله بالظبط زي الميزان. مجرد عندك مثلا ايه عايز توزن حاجه عايز تجيب طماطم حط على الميزان مثلا ايه 2 كيلو كنت عايز تعد ال 2 كيلو فتقوم حاطط تفضل تزود في الطماطم تزود تزود لحد ما تبدا الطلبه تعالى تعلى فتقوم عامل ايه؟ تقوم شايل ايه الكيس وتقول مثلا خلاص وصلت الوزن اللي عايزه. هي نفس الطريقه انت مدخل حاطط ده مثلا 1.2 الكاونتر يفضل يعد يحط 1 2 3 4 5 6 حتى ما يوصل لرقم يقوم ايه معدي الرقم ده يقول لك بس وقف عندك والرقم ده هو ده بتاع مين؟ القرايه الديجيتال. فده بيسموه سكسيسيف ابروكسيميشن. تالت نوع عندنا الديجيتال كونفرتر ولا الديجيتال كونفرتر بيسموه دول سلوب او اللي هو الميل الثنائي. ده الدايرة بتاعته بتبقى عاملة ازاي؟ الدايرة بتاعته بتبقى بالشكل ده. ده سويتش يبقى بره عالي جديد
متأكد البيت يكون أعلى. شكل ده كده ده مكسر ده كان بتاعي بس اس ام بي اكس لو انا مش متفاهم تاني كان الاوبريشن في الفاير هيدخل على ان بي جي لان بي هيدخل على مجموعه من البطاطس دي داخل على كاونتر الكاونتر كان داخل على كنترولر الكنترولر ده بيتحكم في السويتش اللي تمام لو ان شاء الله اللي هي جايه من هنا الكاونتر ده كان بيتعور بالديبا ده بالنسبة للدوكسون ده بيبقى عبارة عن في البداية كده هو في كنترولر بيتحكم لي في السويتش ده الكنترولر ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيحول السويتش مرة من في انبوت ومرة من في ريفرنس بياخد في انبوت ده المفروض ده القراية اللي انا عايز احولها لايه؟ لقراية ديجيتال لقراية انبوت والخارج اللي هو الدي اوت ده اللي هو قراية الكاونتر دي المفروض اللي هيبقى فيها القراية الديجيتال طيب بالنسبة للجزء ده الكنترولر بيعمل ايه؟ بيفضل محطوط بيخلي السويتش يروح للفي انبوت لمدة زمن ثابت يعني مثلا سميه تي دي بيفضل ايه مدخل الفي انبوت وبعد كده يكون محول على سالب في ريفرنس لوقت مفتوح لحد ما كونديشن معين يتحقق تمام؟ هتشوف الكونديشن ده ايه؟ فلو جيت رسمت الرسمة كده هرسم الفي اكس مع الزمن هيبقى عندي مقسومه لفترتين الفتره دي اللي هي بتاعه التي دي اللي هو طول ما هو على الفي انبوت والفتره الثانيه اللي هو لما يبقى عند سالب في ريفرنس نسميها مثلا تي في نشوف ده بعد كده هو مبدئيا هفترض ان انا السويتش دلوقتي على الفي ام اللي داخل للدايره دي الفي ام بيتاكل دي دايره دي دايره مش قبل الفاير دي دايره انتجريت الدايره دي عباره عن انتجريت دايره مؤامره التكون طيب المعادله بتاعته هتبقى عامله ازاي؟ الفي اكس اللي هو الخارج ده بيساوي ايه؟ ابرت ان في ان التكامل من صفر لحد التي دي لان شرط الفي ام موجود على التي دي هكمل بقى الام ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسالب ومضروبه بره في سالب واحد على الار سي دي المعادله بتاعت مين؟ الانتجريتر الانتجريتر اللي هو اوبام اوبريشن فاير كانتجريتر طيب ليه عملتها من صفر تي دي؟ لان زي ما اتفقنا الفي ام داخله لحد التي دي فانا هكملها لحد دلوقتي بس طيب لما اجي اكمل الداله دي الفي ام ده اصلا ثابت مش انا ثابته انا عايز اشوف القرايه الديجيتال بالنظره الاقي ايه فمثبتها في الفتره دي طيب يعني ده اكني بكمل الواحد فالتكامل هيبقى عباره عن ايه؟ سالب في ام على الار سي مضروبه في التي محدود التكامل من صفر لتي دي طب عوضت محدود التكامل هتساوي ايه؟ سالب في ام على الار سي وهعوض بالحد ده تي دي مكان التي فهتبقى ايه؟ تي دي دي هسميها البي ماكس او سالب البي ماكس يعني اللي هو دي الريبه اللي هيثبت عندها ده عند البي دي بس المعادله نفسها اللي بتحكم التكامل ده هو الخط المستقيم ده خط مستقيم ليه؟ لان هي في اكس بتساوي في ام او سالب في ام على الار سي مضروبه في دي معادله خط ما بين البي اكس والتي دي معادله لينير عاديه هل بتمر بالصفر وصفر ولا بتمر بنقطه ثانيه؟ بتمر بالصفر وصفر لان انا مثلا بزائد رقم فالمعادله دي بتمر بنقطه الاصل طب الميل بتاعها ايه؟ الميل بتاعها عباره عن الفي انبوت على الار سي والميل ده سالب طيب لحد ما اوصل لقيمه الدي دي ساعتها اوصل للفي ماكس فالمعادله دي هي اللي بتحكم المنطقه دي من الصفر لحد الدي دي اول ما اوصل للدي دي فانا وصلت للايه؟ للفي ماكسيموم او اقصى في معنى طيب يبقى لو حبيت ارسم معادله الخط ده هو الخط ده هو في المنطقه دي من الصفر لحد الدي دي مش بيمر بنقطه صفر وصفر والميل بتاعه ايه؟ الميل بتاعه سالب يعني هيمشي كده ولا هيمشي كده؟ هيمشي لتحت لحد ما يوصل للتي دي ساعتها القيمه اللي هنا هتبقى هي مين؟ السالب دي ماكسيموم اللي انا عايزها اللي هي سالب دي ام 1 في الايه؟ على الار سي مضروبه في دي اللي هو القيمه الايه؟ الثابته اللي هنا طيب بعد ما يمر الزمن دي دي ايه اللي هيحصل؟ الكنترولر ده هيقوم محول السويتش مين؟ للسالب دي ساعتها الانتجريتور هيبقى داخله مين؟ سالب دي يبقى ساعتها اللي بكامله مش هيبقى الدي ام بقى يبقى سالب دي لحد ايه؟ زمن مفتوح هشوف الزمن ده هيبقى ايه؟
طيب السالب ده هيطلع مع السالب اللي بره فهيبقى موجب، والفي ريفرنس ده برضه ثابت لان الكورة ثابتة، فاكني بكامل الواحد بالنسبة لمين؟ للتي. فهيبقى الناتج التكامل عبارة عن في ريفرنس على الار سي مضروب في التي، وحدود التكامل بقت من التي دي لحد التي. تعالى نقول التكامل كده. هتساوي الفي ريفرنس على الار سي مضروبه في التي مره ناقص الفي ريفرنس على الار سي مضروبه في مين؟ في التي دي. دي المعادله اللي هي بتحكم المنطقه دي ما بين الفي اكس وما بين التي في المنطقه من بعد التي دي. طيب معادله ده المعادله دي معادله ايه؟ مش معادله خط مستقيم؟ خط مستقيم لان دي يعني مش التربيع مش دي مش ثلاثه، معادله خط مستقيم. الميل بتاعه في ريفرنس على الار سي موجب ولا سالب؟ موجب. مين موجب؟ فمعنى كده الخط هيبقى لفوق طالع لفوق. طيب الجزء المقطوع منه هو ما بيمرش بنقطه الاصل، هو بيمر بالنقطه اللي هي مين؟ سالب. سالب في ريفرنس في تي دي على الار سي هي تقريبا نفس القيمه اللي هناك، يعني هو اللي فاتت كانت ايه؟ اللي هي القيمه اللي انتهى عندها كانت الفي ام سالب الفي ام في تي دي على الار سي. فالفي ريفرنس والفي ام طبعا مش زي بعض، بس هو المفروض عشان ده انتجريتور فهيبدا من اخر قيمه وقف عندها، هيبدا من اول فين؟ من اول نقطه دي، لان هو الفي ريفرنس ده اكيد اكبر من الفي ام لان ده الماكسيموم ده. فيعني مش هقول هيبدا من هنا من لا شيء، فهو هيبدا من اخر قيمه عندك اللي هو من اول القيمه دي. هيبدا بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الميل الخط المستقيم هيبدا ميله يزيد من اول النقطه دي لحد ما يوصل لمين؟ يفضل ماشي لحد ما يوصل للنقطه اللي هنا. لحد ما يوصل نقطه هنا بقى تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل في الدايره كلها على بعض. انا دلوقتي رسمت العلاقه بتاعته ان ايه؟ الميل بقى هيفضل يعدي الصفر. ده رسمه الانتجريتور او الشارج اللي طالع من الانتجريتور اللي هو في اكس، لان هو ده اللي انا هتكلم بعد كده على الاصل. من الصفر لحد تي دي خط ميله سالب الاصل صفر صفر. لما يبدا يدخل على السالب في ريفرنس هيبقى خط مستقيم ميله موجب وبيبقى ماشي بالشكل ده. لحد ما يوصل بقى ايه؟ للنقطه دي مثلا سميها دي في، وبعد كده هيزيد عنها كمان ايه؟ لبره يعني يعدي كمان النقطة. طيب تعالوا نشوف بقى اللي داخل الكوب ام الثاني ده اللي هو الكمبارتر، هو اللي داخل على الموجب مين؟ الجراوند يعني صفر. طب اللي داخل على الطرف السالب مين؟ الفي اكس. هي الفي اكس في المنطقة دي كلها مالها؟ سالب. سالب؟ قال لي صفر. فكل قيم اللي داخلة الفي اكس في المنطقة دي بالسالب هتتقارن بالصفر، مين لو؟ الصفر. الصفر، فساعتها هيطلع مين؟ هيطلع واحد من هنا اللي هو 5 فولت. وداخل عليه الكلوب بالز، الكلوب بالز هتفضل مالها؟ هتفضل تعد في الكاونتر، تعد في الكاونتر، يعني طول ما هو ماشي في المنطقه دي كده الكاونتر عمال ماله؟ عمال يعد. لحد ما يوصل ايه بقى؟ اول ما البي اكس توصل للنقطه دي كده هتبقى بكام؟ بصفر، مجرد ما تعدي الصفر بشويه ساعتها ايه اللي هيبقى هنا؟ هيبقى مثلا ان شاء الله مثلا 1 مليون، رقم كبير. الواحد من مليون ده ماله؟ اكبر من الصفر، فساعتها الخارج اللي هيطلع من الكوب ام هيبقى ايه؟ هيبقى صفر. الصفر هيتقارن بالجلوب باص، فساعتها خلي الان هيبقى صفر، الكاونتر ما عادش هيعد فهيثبت عند الرقم ده، ساعتها اقول له وقف عند مين؟ عند القيمه دي، ودي القيمه المناظره للفي انبوت اللي هنا. طب لو انا غيرت الفي انبوت مثلا وخليتها بقيمه اكبر، يعني مثلا خدت 2 فولت وخليتها ل 3، ايه اللي هيختلف؟ الانتجريتور هيفضل يشحن لمده تي في، بس هيشحن قيمه ايه؟ اكبر، لان الفي انبوت بقت اكبر، يعني اكيد السرعه بتاعته لما هيشحن مثلا في كام؟ لو دي تي في 5 ثواني، فالخمس ثواني وانا داخل 2 فولت، الخمس ثواني وانا داخل 10 فولت، فاكيد هيوصل لقيمه اكبر من الفي ماكس. لما يحول على السالب في ريفرنس ايه اللي هيحصل؟ الفي ريفرنس هتفضل فارق بالشرط ومعدي الخط مستقيم مجابه لحد ما توصل لمين؟ للقيمه دي. فالزمن الكلي اكبر ولا اقل من اللي فات؟ اكبر من اللي فات، يعني معنى كده ان الكاونتر هيعد عند الطبق لان هو بيعد في وقت اقصر. طيب نزلت جبت تي في ثاني او جبت مثلا اي في ام ثاني هوصل لحد هنا، بعد كده هيفرق في وقت اقوى وهكذا، يفضل شغال بالشكل ده كده. فالتي في 1 غير التي في 2 غير التي في 3، فالتوتال اللي بيعد فيه الكاونتر اكتر من ايه؟ من كل قيمه، فالقيمه اللي هيقف عندها هي القيمه المفضله بتشغل للقرايه اللي انا بقراها. فده بيسموه الدول سلوب او اللي هو الميل الثنائي. في عندي ميلين موجودين، ميل بالموجب او ميل بالسالب هنا وده ميل بالموجب. هو بس مجرد ما بيعلى او يوصل للجزء ده يقوم قافل الدايره بتاعت الكومباراتور ويقول لك وقف العد لحد القيمه. فبيتعمل بقى مامج ما بين القيم بتاعت الزمن وما بين العدات اللي بيعدها بحيث ان هو ايه يتعمل الانوتيشن او يفتح بشكل في شايفين مشكله في الكلام ده؟ ده بالنسبه للجزء اللي هو الخاص بايه؟ في التوزيع. الكنترولر قلنا وظيفته ايه؟
الكنترول وظيفته هنا ان هو كسويتش يعني بيخلي السويتش مره يروح لفين مره يروح لمين بسالب بيرفكت، فهو بس بيتحكم في السويتش اللي قبل تمام. فيعني بيثبت مثلا لو انت مثبت تي في مثلا باربع ثواني فيبدا على تي في لمده اربع ثواني بعد كده بيحول على مين؟ بيحول على سالب بيرفكت لحد ما الكونفرت نفسه يقوم واقف يعني ما عادش يطلع شغل. فالكنترول وظيفته ان هو بيعمل ماب يبقى بين السويتشات تمام. في مشكله في الجزء ده بس هو ده بالنسبه للجزء الخاص بالديشن كونفرترز. الدايره دي او يعني الدوائر اللي قبل الديشن دي هي تبقى جزء من المشاريع ان شاء الله. هتعملوا امبلمنتيشن لانه الديشن كونفرتر نفسه هتعملوا الدوائر اللي موجوده قدامكم دي بيبقى في كاونتر داخل على اللي هو الاند جيت مع الكلام ده كله. الفكره كلها ان انا هتكلم اشاره اللي هي الانالوج وبعد كده اطلع الاشاره في الديشن. ممكن بقى اللي عايز يزود يحط الاشاره الديشن دي رادارس على ال سي دي يعني مثلا يعمل بيها حاجه او يدخلها مثلا او يحط سنسور اللي يبقى داخل بيه من جاي من سنسور ويعرف القيمه اللي طالعه من السنسور دي ايه. يعني يستخدم لو انا مش ديجيتال كونفرتر زي ما كان بيستخدم الالو ديجيتال كونفرتر موجود في الاردوينو والحاجات دي كلها. هو يعمل امبلمنتيشن للالو ديجيتال كونفرتر وممكن يحطه في ابلكيشن يعني يجيب سنسور ويقرا القيمه بتاعته يعمل الكلام ده كله بحيث هو يتاكد ان الالو ديجيتال كونفرتر شغال بشكل سليم. في مشكله في الكلام ده؟ تمام كده ده سيكشن النهارده ان شاء الله. المره الجايه بقى نشوف بقى الدكتور يعني غالبا هيجيبوا حد يشغلوا سنسورز والاستيريا اكتر. هنشوف برضه الحاجات دي ممكن هتبقى داخله معاك اكيد. هنشوف بس ايه على حسب اللي هو الدكتور هيكون ان شاء الله المره الجايه.